اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده فقره تعليميه، ازاي نعلم ولادنا يخشوا المطبخ يعملوا الحاجات اللي هم بيحبوها حتى لو كان بنشتريها من بره. يعني ممكن نكونوا خارجين خارجه حلوه بنتفسح واخدين ولادنا بنعشيهم بره، والله يا ماما انا بحب اكل البيتزا المحشيه اطرافها جبنه، تعالي يا ابني تعالي يا بنتي نخش المطبخ وتعالوا نعملها صح. ويبقى الشيف المغازي اول حد علمك تعملي البيتزا او تعملي عجينه البان كيك او تعملي اطباق الاومليت المختلفه لاول مره على شاشه القناه الاولى. ايه رايكم النهارده؟ فتعالوا مع بعض النهارده نتابع الحلقه من البدايه. هنعمل بيتزا محشيه اطرافها جبنه بحشوات مختلفه، اذا كان لحمه او فراخ او سوسيز او هوت دوج زي ما احنا عايزين. معانا النهارده عجينه البان كيك هنعملها بالشوكولا ونعملها بالايس كريم حسب الرغبه، وفي محلات كتيره اساسها طبعا هي عجينه البان كيك ولكن بحشوات مختلفه، وبتلاقوا بقى خارجين عايزين ناكل البان كيك النهارده بالشوكولا بالايس كريم بالفراوله. اهم حاجه تعملي العجينه صح، ونفس الموضوع اهم حاجه تعملي عجينه البيتزا صح. اما بالنسبه لعمايل البيض بقى الصبح بالذات والفطار الاساسي بتاعنا مع طبق الفول، وانا بنصح بيه طبعا لان البيض منتج جيد جدا للبروتين الحيواني ومتعدد الاصناف والاطعمه، يعني ممكن ناكله بالجبنه، ناكله بالخضار، ناكله باللحمه المفرومه، ناكله اومليت كده بسيط وسهل بالزبده والثوم زي ما احنا عايزين. فانا النهارده برضو هشرح ازاي نعمل اطباق اومليت كتير وما يبقاش محروق منك ولا لازق في الطاسه، وفي نفس الوقت يبقى طري معاكي حتى لو بقيتي تسخنيه بعد شويه، اكلنا ابني جه بعد كده وانا ريحت شويه وعايز اكل تاني مفيش اي مشكله، لان معانا مشكله مع طبق البيض لما بيبرد ونرجع نسخنه بيجلد. فانا الموضوع ده هخرجكم من النهارده ازاي تسخن الاومليت ويبقى طري في نفس الوقت. حلقه النهارده حلقه تعليميه، وازاي تعلمي اولادك وازاي الحاجه اللي بيحبوها ياكلوها بره تيجي البيت تعمليها صح. فعنوان الحلقه تعالوا نعملها صح او تعالوا نعملها في بيوتنا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا مع بعض. اعتقد ان الحلقه النهارده فيها شغل كتير وكمان معلومات كتيره قوي على فكره، وكل المبتدئين في المطبخ يهتموا بالحلقه اللي احنا هنعملها النهارده. ولكن ليا رجاء خاص، ممكن حد دلوقتي حبايبنا اللي قاعدين بيتابعوا الحلقه يقول لك انا يعني البيتزا لسه هبدا، لا في لغايه دلوقتي ناس بتسال ايه عجينه البيتزا وازاي نحشي الاطراف جبنه ونعملها بحشوات مختلفه، في ناس لغايه دلوقتي عايزه تعرف عجينه البان كيك. فبستأذن طبعا اللي قاعد دلوقتي، دي الفقره دي تعليميه وانا بهديها لكل ولادنا واولادكم اللي بيحبوا يخشوا المطبخ عشان تبقى ذكرى في حياتهم لاول مره اتعلموا على ايد الشيف المغازي على القناه الاولى يعملوا بيتزا. فمقادير البيتزا محشيه الاطراف جبنه على الشاشه. اول حاجه مقادير العجينه، عباره عن دقيق بتاخد خميره فوريه، معلقه سكر عشان الخميره تشتغل، معلقتين من زيت الزيتون، المادة الدهنية بتاعتنا ممكن نحط زبادي حسب الرغبة ورشة ملح، دي مقادير العجينة. والحشوة موزاريلا وزي ما انت عايزة بقى، ممكن تحطي لحمة، تحطي فراخ، تحطي سجق ببريني، تعمليها بالمارجريتا، تعمليها بالفراخ، تعمليها زي ما انت عايزة. أنا علشان أكسب الوقت بتاعنا وطبعا وقتنا من ذهب، أنا عاجن العجينة وجاهزة، وأعتقد إن انتوا حضراتكم شطار في عمل العجينة نفسها. دي العجينه اللي اتعجنت، علشان وقتنا انا بسيبها تتخمر بعد ما بنفرتها في الصينيه لمده 30 دقيقه بالشكل ده كده. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين حبايبي، ادي العجينه بتاعتي معايا بالشكل ده كده اهي. دي عجينه عاديه خالص فردتها في الصينيه وسبت الاطراف كده زياده شويه عشان لما اتنيها يبقى في مساحه. دي الف بقى اهو، جبت عجينه فردتها في الصينيه اللي هشتغل فيها، وانت بتفرديها بتقطعي المساحه ب 2 سم زياده، تقوم تسيب الاطراف كده زي ما هي موجوده معايا. طب الاول هنحط التوبنج بتاعنا ولا نحط الاطراف جبنه؟ بالتاسيس طبعا لازم ناسس الاول الاطراف جبنه زي ما انا شغال كده. بتشتري من عند الراجل البقال او الناس المتخصصه بتبيع اجبان في جبنه موزاريلا اصابع بالشكل ده كده، اذا دي مش موجوده دي بتمشي. وانا هستخدم دي وديت عشان توارد المنطقه اللي انت ساكنه فيها ما يكونش فيه الجبنه اللي بالشكل ده كده، وتكون الجبنه الموزاريلا اللي احنا واخدين عليها موجوده في كيس بالشكل ده كده. فممكن نستخدم الاثنين مع بعض، بس هنشوف ازاي مع بعض. يبقى اول حاجه بفرد العجينه بالشكل ده كده، بعد مرحله التخمير الاوليه بفردها في الصينيه تتخمر لمده 30 دقيقه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده، واخد الجبنه الموزاريلا احطها هنا كده اهو بالشكل ده كده اهو.
جبن بيتزا محشية الأطراف جبنة. ها حلو، سؤال وجيه جدا جالنا دلوقتي على السوشيال ميديا، قال لي الأطراف لازم نحشيها موزاريلا، هي معروفة في المحلات محشية جبنة موزاريلا عشان جبنة مطاطية الأولاد بيحبوها كده بتشد لما بنقطعها، ولكن حطيتي جبنة رومي مش هتقول لا، مش هتبقى حلوة، حطيتي جبنة شيدر أعتقد هتبقى حلوة، بس الشيدر ما بتشدش زي الموزاريلا، عشان كده فضلوها تكون موزاريلا اللي اخترعها من البداية خالص. حلو الكلام عشان نبقى واضحين مع بعض، ولكن حطيت اي نوع جبنه انت حباه مفيش اي مشكله، انا بزود الجبنه هنا. طب يا شيف انت عملتها بالشكل كده ينفع الجبنه دي؟ ينفع، تاخدها على ايدك كده اهو، شفتي اهو بتاخد الجبنه بالشكل ده كده اهو، اللي متابع معايا اهو اهو، واعملها كده واحطها اهي، نفس القصه اهو تاني اهو، جبنه موزاريلا بجيبها باخد شويه بايدي كده اهو واحطهم في ايدي كده وابرمهم كده اهو بالشكل ده كده اهو، كانك بتعملي عجينه اهي اهي، بس الجبنه طلعها من الثلاجه بالشكل ده كده اهو، واحط كده اهو، دي عايزه شويه اهي. يبقى عرفنا ازاي عندك نوعين من الجبنه، دي موجوده ريحتك، موجوده اللي هي المبشوره دي مفيش مشكله تستخدمي معايا كده زي ما انا شغال كده اهو، وخلي ايدك على وش العجينه كده عشان لو حتى جبنه وقعت ولا حاجه تستفيدي بيها اهو اهو. فين دي مكانها اهو كده تمام. لغايه دلوقتي اللي بيتعلموا مطبخ هتعمل ايه يا عم الشيف؟ التركيه الصغيره بجيب سكينه، حلو قوي اهو، وباخد طرف من البيتزا كده بقطعه اه عشان تيجي معايا بشكل دائري، دي التركه اهي عشان تيجي معايا شكل دائري اه، والفها كده اه اه، واتنى الف بيها كده لغايه لما اجي عند نقطه الايه البدايه اللي هي دي كده اه 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 اه، وانا بقفل بدخل دي من جوه، وخلي بالك بقى ما يكونش فيه زيت هنا، ما انتش حاطه على العجينه من فوق زيت اه 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 حلو اه. انا مش بجيب حاجه اختراع، احنا ولادنا دايما يا ماما عايز اكل بيتزا بره، يا ماما البيتزا بره غير اللي انت بتعمليها، لا احنا دورنا على شاشه القناه الاولى نعلم ولادنا الصغيرين وولادي وولادكم جميعا اللي بيتابعونا في كل انحاء العالم من خلال شاشه القناه الاولى اهو، ازاي تخش المطبخ تعمل الحاجه المعروفه، يعني احنا مش بنخترع حاجه، اعتقد البيتزا دي موجوده في محلات كتيره بره اهو، عناصر الشارع على اول الشارع بدون ذكر الاسماء اهو بالشكل ده كده اهو، وتلاقيها كلها حجم واحد اهو، شفتوا دي فيها مليانه ازاي جبن اهو اهو، شفتوا نقطه اللي هي البدايه اهي 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 بلفها كده شكرا، تلاقي كلها حجم واحد اهو، وبدايه كده اهو، الطريقه اللي انا بعملها دي كده اهو، شفتي الحركه دي مهمه جدا اهو اهو، بثبتها كده باطراف ايدي اهو وانا شغال اهو 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 عشان ما تطلعش منها اهو، وعلى ما احط التوبنج بتاعنا اللي هي صلصه الطماطم، بتتعمل ازاي دي يا شيف؟ دي عباره عن بصل وتوم زعتر، الشيف المغازي بيحب دايما يحط معاها يا اما لوز يا اما فول سوداني، بينضرب كده بيبقى ناعم عشان يدي قوام للصلصه ويديها قيمه غذائيه عاليه جدا، وتبقى اوميجا 3 موجوده في صلصه البيتزا، بما ان اولادنا واطفالنا الحلوين بيحبوا البيتزا فانت تعملي لهم كمين جواها، يعني ولادك بيحبوا البيتزا معجنات اه، طب ايه المشكله بستغل الفرصه واقدر ان انا احط في الصلصه او في الحشوه بتاعه البيتزا حاجات مفيده، زي مثلا معلقتين من زيت الزيتون، معلقتين من زيت السمسم اوميجا 3، فول سوداني، تحط مثلا لوز مطحون مفيش اي مشكله زي ما انت حابه. هناخد يا عم الشيف ادي الصلصه بنضربها في الخلاط ولازم تحطها في الثلاجه، شفت القوام ده كده؟ القوام ده جواه فول سوداني او لوز اه 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 اه، مفيش لا ده ولا ده، معلقتين من الكاتشب مش هتقول لا، بس مش تبقى حلوه يعني مش تبقى زي بره اه. انا من الناس اللي مش بحب الصلصه كتير بصراحه، بحب الصلصه قليله جوه البيتزا اه اه اه. حاضر عيني، بس انا بس اقول للساده المشاهدين حاجه، انا اللي بحب دايما البصل على وش البيتزا بالشكل ده كده ويتقطع ناعم قوي عشان نعمل نسبه وتناسب لتسويه العجينه والبصل نفسه اللي بيتحط اه. هبدا انا ارص التوبنج بتاعنا على حشوه البيتزا بالشكل ده كده، وهناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل هنرجع نحط البيتزا مع بعض في الفرن، لان عشان تحطها في الفرن له اسرار برضه، اوعوا تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وزي ما وعدت حضراتكم البيتزا معايا لسه ما حطيتهاش في الفرن للامانه. حطيت الحشوه، والحشوه دي فيك تغيري زي ما انت عايزه، فراخ، لحمه، تشيز لافر، جبنه مختلفه زي ما انت حابه، جمبري، سي فود. انا بعمل ايه يا شيف؟ انا عندي زيت زيتون، بدهن اطراف البيتزا كده بزيت الزيتون عشان تطلع لونها برونزي لطيف وجميل. ودايما خد بنصيحتي، كلت سندوتش شاورما بره، كلت بيتزا بره، كلت مسقعه بره، كلت طبق فول بره، انت حط بصمتك ايا كان بقى، غلط صح، خليكي كده ليكي بصمه في الحاجه اللي بتعمليها. رشه الزعتر على وش البيتزا، لا بتعمل يعني بتركايه لطيفه. اهو اللي انا بعمله ده، اهو وافرك الزعتر وهو نازل بايدي كده، تقوم العجينه، اكل العجينه اللي هي الحشوه دي ما تبقاش مسخه كده، لا يبقى فيها طعم الزعتر، فيها زيت الزيتون. عندك حبه بركه حط شويه حبه البركه، عندك سمسم حط السمسم، عندك كمون حصى حط كمون حصى، عندك شمر حط شمر. غيري من الموضوع، مش شفتها هي تبقى كده، لا انا هروح اعملها في البيت ونعملها صح بس بطريقه مختلفه. فين يا عم الجبنه؟ الجبنه اخر حاجه بحطها بالشكل ده كده، واملاها جبنه عشان الاولاد بيحبوا الجبنه دايما، يبقى جبنه حشوه وجبنه في الداخل اهو زي الفل. لا بس انا والله العظيم المخرج سالني سؤال وجيه جدا، انت ابن حلال، قال لي الجبنه دي مش بنحطها بعد ما بتستوي شويه؟ اذا الحشوه بتاعتنا بتحتم علينا كده، يعني مثلا تشكيله من السي فود، لحمه، شرايح، ايا كان، بتاخد وقت كبير في السوى، انما الخضار اللي انا مقطعه بتقطع صغير جدا اللي هو الكاريهات مع السجق الصغير، فنسبه وتناسب كلها تستوي مع بعضيها. هندخلها الفرن كده بالشكل ده كده زي الفل. في ارضيه الفرن بتتحط العجينه، ما ينفعش ان انا احطها على الشبكه، لازم تتحط على ارضيه الفرن مباشره، ونودعها كده لمده 30 ل 25 دقيقه بدرجه حراره 180 تقريبا. حلو الكلام، حلو الكلام كده. خلصنا وتعلمنا نعمل ازاي بيتزا، والاول مره تخش المطبخ على ايد الشيف المغازي على القناه الاولى تعملي بيتزا، سواء محشيه الاطراف جبنه او العجينه. هنستأذن فريق العمل الجميل، نطلع بمقادير عجينة البانكيك أو عجينة الكريب، إزاي نعملها بحشوات مختلفة، يا إما بالشوكولاتة نعملها بالآيس كريم زي ما إحنا عايزين، وإحنا شغالين مع بعض كده في البداية. يلا يبقى إحنا اتعلمنا حاجتين النهاردة يا ملك، البنوتة الحلوة ملك. يا ملك إزاي؟ إزاي؟ الحمد لله. أيوة يا ملك سامعك. أيوة. عايزة أسأل على طريقة الهمبرجر اللي هو بيتعمل برا. طريقة الكيكة اللي هي بالبرتقال. وطريقة المكرونة بشاميل. حاضر عينيا يا ملك، نعمل مكرونة بشاميل. حاضر. عايزة طريقة عمل البرجر اللي بيتباع برا. حاضر يا ملك. طيب مقادير البان كيك استاذ الفريق العمل نشوفها عشان عايز اشتغل فيها، عشان دي بتتسال كتير. طيب تمام، مقاديرها كالاتي بالظبط، اكتبها زي ما انا بقول لك. انا مش دايما بكتب المقادير بالكوبايه، بس في الحلويات او في بالذات بكون حريص في الموضوع ده عشان اريحكم من القصه ديت. معانا كوبايتين من الدقيق، الكوبايه اللي هتعيري بيها الدقيق تعيري بيها بقيه المقادير، واتنين بيضه متوسطين الحجم. معانا من الحليب واحد كوب اهو، حلو اهو زي الفل. حطيت الحليب يا عم الشيف على البيض، تمام. بحط عليهم رشة ملح، واحدة واحدة مع بعض كده عشان العجينة دي مهمة جدا. رشة ملح، ومن السكر معلقتين، ما ينفعش معلقة يا شيف، لا، لو حطينا بطين نحط معلقتين من السكر، لو حطينا كوبايتين من الدقيق نحط معلقتين من السكر. ليه معلقتين من السكر يا شيف؟ نسأل السؤال ده بوجاهة ومش هجاوب عليه غير لما نصلي على الحبيب قلبك يطيب. ادي واحد، ادي اتنين، زي الفل. ونشيل السكر عشان الاولاد الصغيرين ما يخشوش يبهدلوا لنا المطبخ سكر. حلو الكلام، يجعل ايامكم سكر. هنمسك الخليط ده كله مع بعضه ونضربه بالمضرب. بيض، حليب، رشه ملح صغيره، سكر. باقي معانا ثلاث مقادير،
دقيق بيكنج باودر والزيت. دقيق وبيكنج باودر والزيت. ليه خليته في الاخر يا شيف؟ عشان نتكلم عليهم شويه. انا وقت ما احط البيكنج باودر على الدقيق احطه على طول على المقادير السائله مباشره. البيكنج باودر ما ينفعش ان انا اسيبه فتره كبيره، حلو الكلام، عشان استفيد بيه بالماده الهشه بتاعته او الماده الفوميه اللي بيديها لنا البيكنج باودر، حلو الكلام؟ اه. انا معايا على فكره عجينه وجاهزه اهي، عشان العجينه دي المفروض لما نعملها تقعد على الاقل 15 دقيقه قبل ما نشتغل فيها. اه اساتذه المصورين حبايبي، فرسان التلفزيون المصري، الفقره النهارده فقره تعليميه، مطبخ تعليمي، الشيف المغازي بيعلم ولادي واولادكم واولاد كل حبايبنا اللي بيتابعونا في انحاء العالم ازاي نعمل بيتزا اطرافها جبنه بحشوات مختلفه، عجينه البان كيك بحشوات مختلفه، واحنا شغالين مع بعض. قلبت المقادير، الماده الدهنيه هنا اختياري، يا اما زيت يا اما زبده، ايهما افضل يا عم الشيف؟ والله البان كيك يعني لما نحط له زبده بتبقى العجينه دسمه شويه وزي ما انت عايزه. انا ممكن استخدم معلقتين من الزيت اهو، اه دي معلقه والثانيه بس خلاص. ليه الزيت يا شيف على عجينه البان كيك؟ هيخليها طريه وما تبقاش مجلده معايا، حلو الكلام. هنقلب دول كده، ممكن بدل الزيت زبده، اه ممكن بدل الزيت سمنه، اه ناخد الدقيق بتاعنا اه في مصفى كده عشان لو في اي حاجه بالشكل ده كده الشويه دول، ونحط عليهم البيكنج باودر. اعتقد بعد النهارده هتبقي شاطره في عمايل البان كيك. آه. ونقلبهم كده. آه. آه. ايه الفكره انك بتعمل كده يا شيف؟ هتدينا عجينه حلوه، عجينة ناعمة لطيفة وجميلة. حاضر عيني، هنطلع فاصل دلوقتي. اه 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 يلا يلا يلا، خلص الكلام، ونقلب الخليط ده كده، سيبونا اقلب ده كده بقى، ونرجع بعد الفاصل نشوف القوام ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. عجينة البان كيك لأول مرة بنعملها لحضراتكم على الشاشة، حلقة تعليمية، فقرة تعليمية، يوم تعليمي كالبداية الأسبوع بتاعنا لأولادنا الحلوين اللي بيحبونا ويتابعونا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ عملنا العجينه وزي ما قلت لحضراتكم مهم جدا بتعملي اي معجنات سواء فيها خميره سواء فيها بيكنج باودر، يفضل ان احنا نترك العجينه لمده 10 دقائق علشان لما نشتغل فيها على النار. اما اذا كانت خميره لعجينه البيتزا طبعا لازم تاخد مرحله التخمير 30 دقيقه اقل حاجه. العجينه معايا جاهزه زي الفل، هبدا ان انا اشتغل واعمل شويه ايه يا عم الشيف؟ شويه بان كيك او عجينه الكريب اللي احنا عارفينها. الاثنين واحد والاثنين مقاديرهم واحد، ايه الفرق بينهم يا عم الشيف؟ زمان شغال كده. اه اه شفت العجينه، عجينه البان كيك بتبقى تقيله شويه بالشكل ده كده. اه 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 العجينه اهي 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 اهي، سامعين الصوت ده؟ اه اه زي الفل. هنبدا نقسمها كده في الطاسات بتاعتنا. طبعا لو سبت العجينه 10 دقايق لازم تقلبيها قبل ما تستخدميها، ده المفروض. وهقول لك على حاجه حلوه دلوقتي تتعلميها، لازم تتعلمي كل حاجه صغيره وكبيره من الشيف المغازي واحنا شغالين مع بعض. اه هتعمل ايه يا عم الشيف؟ معايا العيار اللي انا هشتغل بيه دي كده، والطبيعي ان هو بيلزق مننا. نقوم نعمل ايه يا عم الشيف؟ بنجيب البوله دي كده ونحط فيها شويه زيت، والزيت ده نستخدمه تاني يعني ما يبقاش خلاص ان هو خلاص كده، ونحطها هنا كده بالشكل ده كده. يلا الطاسه دي اخبارها ايه؟ نعمل واحده هنا. آه. تبقى بالاحجام ده كده. آه. زي الفل، ونهدي النار شويه. نفس الموضوع هنا، شفت انا بعمل ايه؟ اخد الكميه اللي انا عايزها وتطلع منها زي الشعره من العجينه. آه. 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 نعمل كمان واحده هنا، معانا زبده سايحه هنا نعمل لها البرجر لحمه. بنجيب هبره
هبره من عند الجزار، حلو، ونقول له ان احنا هنعمله برجر عشان يدينا نسبه الدهون فيه تقريبا من 20 لـ 30%. حلو الكلام. وبنجيب صويا ننقعها في شويه ميه، حلو، دي نار جديده شويه، يلا ناخد ديت تظبط معايا بقى تطلع كده. حاضر عينيا حبيب قلبي، والله حبيب قلبي، يلا يلا، واحنا شغالين كده بيطلعوا معانا زي الفل. دايما لما تشتري طاسات لعمل البان كيك تجيب الطاسات اللي هي تستخدم للبان كيك بالشكل ده كده، شفت دي حلوه ازاي؟ معانا بالشكل ده كده زي الفل، ودي هتطلع معانا برضو ان شاء الله. ايه الاخبار؟ تمام اهي، نفس القصه، اللهم صل على النبي. تديها كده شويه زبده صغيره، عينيا زي الفل، تمام فله طالعين بسم الله ما شاء الله. زي الفل، واحد اتنين يلا دي شويه نعملها كده تاخد باللون ده كده، انا بحب اللون الفاتح ده كده. نجيب طبق للتقديم واحنا شغالين مع بعض، معانا ايس كريم، ايس كريم فانيليا، ايس كريم مانجا. بصراحه دورت الصبح لقيت الايس كريم اللي موجود فانيليا ومانجا، اقول له يا عم فانيليا لوحدها، يقول لي لا الاثنين مع بعض، او فانيليا وشوكولا، فجبت فانيليا ومانجا، ممكن نعمل الاثنين ونستخدمهم مع بعض. زي الفل، ادي واحده كده، نعمله طبقات بقى زي ما بنشوف في المحلات واحنا مع بعض اهو. زي الفل، وادي واحده هنا مع الزبده، وادي العجينه بتاعتنا بالشكل ده كده. الطاسه دي حلوه مريحانا، زي انا بعمل دلوقتي عجينه الكريب، ما تقوليش ده هيبقى زي بره، واحسن من بره كمان وانا شغال اهو. ادي واحده اهيت، بس طبعا ايه ده بيختلف شويه. ادي العجينه معانا اهو بالشكل ده كده اهو، عايزها انا تبقى هشه اهو، ومعانا صوص شوكولا، ومعانا في حاجات هنا عينيا عينيا، حاضر اهو اهو كده، ادي واحد اتنين اهمت فوق بعض كده، دي معموله على الرايق اهو بالشكل ده كده اهو، حاضر عينيا اهو، شيل ديت، حاضر بلاشها، حاضر حاضر حاضر. الله حبيبي يا شفيق حبيبي، النار هنا عايزه تظبط شويه اهو، لازم في البدايه خالص بتظبط النار بتاعه البوتاجاز، تطلع معاك نار شديده على ما تظبط الطاسه في السخونيه بتاعتها لغايه لما تديك اللي انت عايزاه. واحنا شغالين مع بعض، معانا ايس كريم اهوت، نعمل طبق كمان زي ده كده، حفله بان كيك النهارده اهو بالشكل ده كده، عايزاه بالايس كريم، عايزاه بالشوكولاه زي ما انت عايزه. معانا هنا صوص شوكولاه ابيض، ومعانا صوص شوكولاه عادي اهوت، الاثنين مع بعض، ونجيب معلقه الايس كريم يا عم الشيف زي الفل. الشغل ده لما تعمليه في البيت ولادك هيحبوه. سلام، لما الايس كريم ينزل عليه كده الشوكولاته والشوكولاته دي تكون سخنه. طب بتسخن ازاي الشوكولاته يا عم الشيف؟ حمام مائي، او زي تعمل اللي انا عامله دلوقتي، بتجيبي عبوات كده بتبقى موجوده برده، بتحطي فيها الصوصات بتاعتك، الشوكولاته، مايونيز، كاتشب، الحاجات اللي احنا عارفينها بتتباع بلاستيكيه، بس تجيبي نوع كويس وتحطي صوص الشوكولاته في قلبيه. صدقوني والله العظيم انا بكلمكم من القلب، نفس اللي بقوله ده انا عامله دلوقتي. حلو الكلام، وتحطي صوص الشوكولاته ده في حمام مائي، زي ما انا مطلعها ميه سخنه دلوقتي اهو، ده طالع من ميه سخنه، الشوكولاته هنا نازله سخنه اهي اهي. ايه الجمال ده يا شيف؟ الله يسامحك الله يسامحك. ولا رحنا بره اشترينا الحاجه حلو الجو ده. عايزها بالشوكولاته البيضاء، نخليها بالشوكولاته البيضاء زي ما احنا عايزين. نفتح دي كده زي ما احنا عايزين، الاولاد مش عايزين شوكولاته بيضه، موجوده الشوكولاته البيضه، الاثنين مع بعض مش هيقولوا لا. طبعا لازم تقفوا معاهم في المطبخ، ولادك
وتساعديهم، الحاجات دي مهمة جدا. اوعى وشك. زي الفل. زي الفل تمام اهو. يلا تعالوا نشوف البيتزا اخبارها ايه. لا صلي على الحبيب قلبك يطيب. اهي بيتزا معانا. اوبا يلا. مكانها فين يا عم الشيف؟ مكان الايس كريم. اللهم صل على النبي. نخليها هنا اه. ونشيل المربى دي من هنا. زي الفل. واحنا واقفين مع بعض نقدر نغرفها يا شيف على طبق التقديم. اه نقدر نغرفها على طبق التقديم. فكرة تعليمية النهاردة، طلعنا بنتيجة حلوة. هي النتيجة يا عم الشيف، ازاي نعمل بيتزا في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت ولادنا يحبوا المطبخ ويخشوا المطبخ يحبوا الحاجة اللي بيعملوها. نخليها زي ما هي كده اهي. يلا زي الفل يا عم الشيف. ونشيل ده من هنا ونوسع نفسنا. نخش على اللي بعده. عندنا اطباق من البيض. ده بالشكل ده كده زي الفل. تعالوا وانا شغال كده نعمل مع بعض لغاية لما وقتنا يخلص، عشان كده سبت عمايل الاومليت للاخر. نعمل لنا مع بعض كذا طبق من الاومليت واحنا شغالين. مقاديره على الشاشه، مقادير اطباق الاومليت على الشاشه كالاتي. معانا كميه من البيض. حلو الكلام. هنا النار بقى عايزها شديده، مفيش اي مشكله، دي ما تقلقناش بحاجه اهو. وبالحشوات المختلفه بتعملي ايه؟ بتجيبي اطباق صغيره كده، الاكسسوارات بتاعه المطبخ، وتجيبي فلفل الوان تقطعيه مكعبات صغيره، وتخلي الحاجات دي في الثلاجه. يعني مش هصحى الصبح اعمل فطار الاولاد اقعد في المطبخ ساعه وساعتين وثلاثه، لا ده مفيش خمس دقايق لو عندك المزمبلاس ده جاهز في الثلاجه. تشكيله من الخضار، بقدونس ناعم، شويه روزماري، شويه ريحان اخضر زي الفل. انا بس بظبط النار كده علشان نعمل كذا طبق مع بعض واحنا شغالين. حلو الكلام. زي الفل. اول حاجه هعملها، بنضرب لنا شويه اومليت كده واحنا شغالين مع بعض. انا هنعمل واحد ولا اتنين مع بعض ان شاء الله دلوقتي باذن الله واحنا شغالين. اه بجيب بوله صغيره كده. اه هي دي. ولكن جبت البيض من الثلاجه، لازم طبعا يطلع من الثلاجه قبل استخدامه ب 10 دقائق بالشكل ده كده. ويفضل انك تكسري كل بيضه على حده علشان مفيش بيضه بايظه تبوظ لك الكميه. حلو الكلام اهو. دول كفايه، هنعمل واحد ولا اتنين. وتعالي مع بعض نشوف ايه التركايه وايه الزفاره اللي بتكشفها في عمايل البيض واحنا بناكل. حاجتين تشيل لك الزفاره من البيض، الفلفل الاسود والزعتر. طالما بتعملي بيض اومليت الموضوع مش هيكلفك حاجه من الوقت. اه زعتر وفلفل اسود، ادي الزعتر ادي الفلفل الاسود وادي الزعتر، ده الاساس. اه نحط الملح بتاعنا ونخفض دول مع بعض. اه عايزه تعملي بقى بالزيتون ماشي، بالجبنه ماشي، بالفلفله الملونه ماشي، بس الكلام ده ازاي واحنا شغالين مع بعض. اه اه التركايه بتاعت الشيف المغازي بقى اللي هتعجبك قوي على فكره، انك تحط شويه حليب مع البيض وانت بتخفقيه. كذب معايا في الموضوع ده؟ مهم جدا. اه حلو قوي، عشان يديكي طبق بيض اومليت مع علاية دقيق مع البيض والحليب. اه حلو الكلام. ماشي، مش لازم دقيق، ما لقيتش الدقيق، نضرب دول كلهم مع بعض. اه حلو الكلام. اه عايزينه بالزبده، بالزيت، بالسمنه البلدي، زي ما انت عايزه. اه معانا زبده من البدايه كانت معانا. اه شويه زبده بالشكل ده كده، وهنا شويه زبده. حلو، ونوزع بالشكل ده كده. اه شفت الجو ده كده؟ اه هو ده. اه قول لي عايزه بالايه؟ عندنا سجق، عندنا سجق. اه نحط السجق في قلبها كده. اه حلو، عايزينها بالخضار، نحط خضار في قلبيها زي البيتزا كده.
فلفلة ملونة بالشكل ده برضو، بقدونس ناعم. لو سألتوني أنا من الناس اللي مش بيحب البصل مع الأومليت، بيبقى البصل ني كده ومش بستظرفه، أما إذا مستوي يبقى لطيف وحلو. عايزين نحط جبنة، نحط جبنة بالشكل ده كده، أه زي الفل. شوية الزبدة التمام هنا، اللهم صل على النبي. اه تاني مرة كمان، اه طبق بيت سريع وزي الفل، مش هياخد منك وقت كبير. اه خلص الطبق بالشكل ده كده. هتقول لي يا شيف وغازي وانا زيك، حرام عليك انا مش هقلبه زي، اه ما خدش مني وقت. اه طريقة تانية سهلة للمبتدئين في المطبخ، معلقة زبدة صغيرة اهو برضو كده، ونحط البيض بالشكل ده كده، مش لازم تقلبيه زي اهو، قليل الكمية. النظافة يا عم الشيف، عشان كده سيبنا ان احنا نعمل الاومليت للاخر. واحنا شغالين ده خلاص جاهز اهو بالشكل ده كده. عينيا، حاضر حاضر يا غالي حبيبي، والله العظيم يا شفيق عايش معايا الحكاية. اه هي المشكلة في النار. عينيا، حاضر اعتبريني اهو خلاص اهو بالشكل ده كده. في طريقة تانية ممكن الأطباق دي تخش النار، تخش الفرن يعني بالشكل ده كده اهو اهو. يلا يلا يا عم الشيف، يلا يا عم، اللهم صل على النبي. اه ونفس القصة اهو، ده أنا عايزه بقى بالإيه، بالفلفل الملون. اه طريقة سهلة خالص اهو بالشكل ده كده، تغطيه بطبق، مش عايزة تقلبيه، غطي الأومليت هو على النار بطبق، يطلع معاك زي الفل، استوى من تحت زي فوق. اه بالشكل ده كده، اه اللهم صل على النبي. اه زي الفل. الفكرة كلها ازاي تخش المطبخ تعملي أطباق سهلة وبسيطة، بس الدنيا كلها تبقى واسعة معاكي ومفيش أطفال حواليك صغيرين بالشكل ده كده. اه يلا ده طبق كمان، اه هنا حلو نفس القصة ده كده، نرفع ده كده. يلا الله، مع العيش المحمص أو العيش توست المقرمش في الفرن مفيش مشكلة حسب الرغبة. حاضر عينيا. حلقتنا النهاردة تدريبية، فقرة تعليمية لأطفالنا الحلوين اللي بيحبوا المطبخ، حابين يخشوا مع مامي يخشوا مع بابا، اللي بيحب المطبخ يخش، أهم حاجة إن احنا بنكون بنحب المطبخ، بناكل حاجة بره بتعجبنا، إزاي نروح على البيت نعملها بطريقة سهلة وبسيطة. وأنا من رأيي دايما زي ما قلت في بداية الحلقة، خلي لك أنت التركية بتاعتك والتست بتاعك والفليفر بتاعك اللي هو يميزك عن اللي بره، زي ما أنا عملت النهاردة. بيتزا محشيه الاطراف جبنه، عجينه البان كيك بحشوات مختلفه، ممكن تحط ايس كريم شوكولاته، ايس كريم فانيليا غير المانجا. عملنا طبعا اطباق من الاومليت مختلفه، ولو عندنا طبعا وقت هنعمل كذا طبق مفيش اي مشكله. يعني نقول مع بعض مع بدايه اسبوع سعاده وهنا من برنامجنا شير اكله امي، رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.